السلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدور إلى أبدي أن أتقدم بكلمة الشكر للجنة المقيمة على كتابة الكريمة ومشاركة في أشغال هذه الندوة العلمية المباركة. بدوري سأساهم بمداخلة في العنوان موضح جماعي وسؤال التوازن بين الحقوق والواجبات المهنية. طب هذا الموضوع سأتناوله من خلال خمس نقاط أساسية. البداية دائما وكما هي العادة وكما تقريبا ضروري منهجيا دائما بتحديد وتعريف مجموعة من المفاهيم. طبعا توقف كثيرا عند هذه النقطة. هو عادي بسيطة جدا تعريف المفاهيم التي جاءت في العنوان الجماعي حقوق الواجبات. ثم النقطة الثانية السياق العام لهذا الموضوع وأهميته. النقطة الثالثة الإشكالية المحورية ومجموعة من الإشكاليات الفرعية. النقطة الرابعة المنهجية المعتمدة. ثم النقطة التي تهمنا أكثر وكثيرا هي أهم الخلاصات ومناقشتها. نبدأ طبعا كما قلت أن بالنسبة للمفاهيم مضاد، مضاد جماعي، واجبات، حقوق، يعني مجموعة من المفاهيم التي لا تقوم أغزال دائما إلى النظام الأساسي وظيفة العمومية وخصوصا في الفصل 13 ثم المرسوم الخاص بموظفي جماعة الترابية السياسة الأسبوعية. إذا سياق الموضوع، سياق الموضوع طبعا هذا الموضوع تم اختياره في سياق تسليم اولا طبعا نتحدث في اطار جامعه الترابيه مجموعه من المسجلات الدستورية ومقتضيات القوانين الوضعيه الخاصه بجامعه الترابيه. اذا نعرفوا بان الدستور 2011 القوانين الوضعيه جات واحد العدد من المقتضيات المسجلات قامت على العموم لترسيخ مجموعه من الضمانات ثم مجموعة من المبادئ التي يعني تهدف بالخصوص لتقوية المركز القانوني للجامعات الترابية وتصيغ مجموعة من مبادئ جديدة لقبيل التدبير الحر وغيرها. ثم النقطة السياق الثاني مسجلات مشروع نظام أساسي موظفي الجامعات الترابية وكذلك مشروع إصلاح النظام الأساسي والوظيفة العمومية والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة التي تطرق إليها الإخوان في هذه الصفحة وخلال جلسات يوم أمس. النقطة الثالثة تنامي الوعي أو الاعتبار الثالث تنامي الوعي الفردي والجماعي بأهمية تقوية المركز القانوني للموظف الجماعي أو للموارد البشرية الخاصة بالجامعات الترابية بالخصوص مع تقوية اختصاصات ووظائف الجامعات الترابية. الاعتبار الثالث للانعكاسات السلبية بالخصوص لتأخر معالجة اختلالات طرق تدبير الموارد البشرية على الجامعة الترابية. الانعكاسات السلبية طبعا من حيث يعني الأداء، من حيث تزايد المهام، من حيث الكلفة المالية إلى غير ذلك من الانعكاسات السلبية التي تؤثر سلبا وبشكل عميق في أداء الجامعة الترابية لمهامها ووظائفها الجديدة. إذا هذا فيما يخص النقطة الثانية سياق الموضوع. النقطة الثالثة أهمية الموضوع. طبعا أهمية تناول هذا الموضوع متعلق به إشكالية أو سؤال توازن بين الحقوق والواجبات خاصة بالموظف الجماعي مستمدة من عدة اعتبارات. الاعتبار الأول لا بد أن نؤكد على أن المورد البشري يشكل العمود الفقري للإدارة الجماعية بل هو المدخل الحقيقي لبناء الهياكل الترابية وضمان سيرها الطبيعي ونجاعة أدائها. إذن كما هو الشأن بالنسبة لجميع المنظمات العامة والخاصة المورد البشري هو الأساس هو العمود الفقري. الاعتبار الثاني الموظف الجماعي هو الشريك الحقيقي الذي لا يمكن تصور تنزيل
البرامج التنموية وضمان الحكامة الجيدة للشأن الترابي بدون انخراط الكلي والفعلي والفعال. الاعتبار الثالث، الموظف الجماعي هو الفاعل الذي يسهر على ضمان استمرارية وانسجام العمل الإداري الجماعي رغم تغير الهياكل المنتخبة. إذن هو الذي يضمن الاستمرارية في العمل. طبعا النقطة الرابعة، الفرضية، يعني إما أن نقول بأن هناك من يقول بأن هناك توازن، ولكن هناك من يقول بأنه لا، قد لا يكون هناك توازن بين الحقوق والواجبات على حسب النظرة التي ينظر من خلالها. الموظف يقول بأن هناك أعباء كثيرة ولكن الحقوق مهضومة، الإدارة تقول بأن هناك أجور قد لا أجرية كذا ولكن النتائج والمردودية ضعيفة. إذن كيف؟ هنا تطرح الإشكالية، ونحن نميل إلى أن هناك خلل، ما خلل، عدم توازن بين الحقوق والواجبات. إذا الإشكالية المحورية التي تم اختيارها وهو كيف يمكن ضمان التوازن بين الحقوق، بين حقوق وواجبات الموظف الجماعي، وما طبيعة هذه الحقوق. طبعا هذه الإشكالية المحورية، كيف السؤال كيف تحقيق التوازن، لا بد أن تتفرع عنها عدة تساؤلات. تساؤلات من قبيل لماذا بالضبط في الوقت يجب أن نتحدث عن الحقوق، عن حقوق وواجبات الموظف الجماعي؟ ما هي الالتزامات الدستورية لمختلف الفاعلين على مختلف على مستوى الوظيفة العمومية الفردية؟ ما طبيعة هذه الحقوق؟ ما طبيعة الواجبات؟ ما هي مسؤوليات الموظف الجماعي؟ ما هي التحديات المطروحة؟ ما هي الرهانات؟ وإلى غير ذلك من التساؤلات التي يمكن أن تتفرع عن هذه السؤال الناقص. طبعا لنجيب عن هذه الإشكالية المحورية والإشكالات الفرعية، اخترت خمسة محاور أساسية. السؤال الأول، سؤال لماذا؟ لماذا الحديث عن حقوق وواجبات الموظف؟ ثانيا، ضمانات والتزامات في صوب الدستور، لابد أن الوثيقة الأساسية المركزية هي الدستور. ثم طبيعة حقوق وواجبات الموظف الجماعي حسب الآلية القانونية والتنظيمية الضابطة لمركزه القانوني. رابعا، الرهانات، ما هي الرهانات المراد تحقيقها من خلال تقوية المركز القانوني للموظف الجماعي؟ هناك رهانات كبرى. خامسا وأخيرا، ما هي التحديات المفروضة على الفاعلين في الوظيفة العمومية الترابية؟ إذن خمس تساؤلات أساسية سنجيب عنها طبعا من خلال أبحاث، من بعض الدراسات التي تم الاطلاع عليها والتقارير، خرجنا بمجموعة من الخلاصات، وهي النقطة التي سأركز عليها. مجموعة من الخلاصات انطلاقا من الاطلاع على مجموعة من الوثائق والدراسات والتقارير. خلاصة، خمس خلاصات. الخلاصة الأولى، أولا هناك عوامل متداخلة ومركبة مفسرة للاهتمام بموضوع توازن بين حقوق وواجبات الموظف الجماعي. هناك عوامل متداخلة ومركبة تفسر الاهتمام بهذا الموضوع. الخلاصة الأولى، يعني هذه الخلاصة متفرعة إلى مجموعة من الخلاصات الأخرى التي سنعرج عنها. الخلاصة الثانية، هناك مجموعة من الضمانات التي تم تدسرتها في الدستور. إذن هناك مرتكزات دستورية لهذه الضمانات مملوحة للموظف. أيضا هناك حقوق، ثالثا، الخلاصة الثالثة، هناك حقوق وواجبات في صلب القوانين والمراسيم. رابعا، مجموعة من الرهانات التي يجب الحديث عنها، رهانات بناء الإدارة الجماعية الترابية. الكل يتحدث عن هذا. من خلال ما؟ من خلال هذا، من خلال تقوية المركز القانوني للموظف الجماعي وإقرار التوازن المطلوب. لا يمكن تحقيق الرهانات إلا من خلال إيجاد توازنات. خامسا وأخيرا، تحديات. ما هي أهم تحديات المفروضة لبناء الوظيفة العمومية الترابية القائمة على النجاعة في الأداء؟ ما
جمال أن يتعتاد على المشروع، مشروع القانون الأساسي للتأسيس بشكل قانوني وليس في إطار مقصور لوظيفة عمومية طلبية. إذن هذه هي الخلاصة الخمس التي سأفصل فيها. الخلاصة الأولى اللي فيها واحدة قد هي الخلاصة الفرعية الأولى، تقوية دور المنتخب المركزي القانوني، القوانين التنظيمية، الدستور، الباب التسعيني للدستور عطى واحد المركز جديد، الجامعات الترابية، جهوية متقدمة، صدارة، يعني اختصاصات واسعة. إذا هناك هذا المنتخب الذي تم تقوية مركزه ووظائفه واختصاصاته لا بد من أن يكون لديه جهاز إداري قوي الذي سيضمن الاستمرارية، يضمن صياغة البرامج، تنفيذ البرامج. إذا بدون إدارة جماعية قوية لا يمكن للمنتخب أن يقوم بمهامه. هذه الخلاصة الأولى. الخلاصة الثانية اللي هي تثير دائما تساؤلات كالقول بأن الموظف يركز دائما على الحقوق، يعني في حاجة إلى مجموعة من الحقوق التي سأشير إليها، ولكن الإدارة تركز على الواجبات. الموظف يجب عليه أن يفعل كذا، أن يقوم بمهامه، أن ينجز كذا كذا، دون الاكتراث ودراسة يعني علمية لماذا هذا الموظف لا يؤدي مهامه ووظائفه بالشكل الذي المطلوب. إذن هذه خلاصة ثانية. خلاصة ثالثة، لا بد أن أؤكد بأن جميع أقارير جسر في السادات يؤكد على أن هناك اختلالات واضحة على مستوى الإدارة الجماعية، لا من حيث التدبير الإداري ولا من حيث التدبير المالي ولا من حيث التدبير المرافق العمومية، هناك اختلالات واضحة. الخلاصة الرابعة، انتظارات المواطنين. المواطن إما بشكل فردي أو بشكل جماعي في تجمعيات في طلبات يعبرون عن حاجتهم لخدمات متزايدة، ليس فقط خدمات ولكن وفق معايير الجودة والسرعة والنجاعة المطلوبة. إذا هناك تزايد في المطالب، ولنا يعني أمثلة كثيرة. الخلاصة الثانية، بسرت ضمانات والالتزامات. هناك ضمانات في الدستور مبدأ المنصة 19، حق المنتج الكيميائي الجسدية 22، وغير الفطرة إلى غير ذلك. هناك ضمانات في الدستور ولكن هناك التزامات. إذا هناك الفصل 156، الفصل 137، الفصل 154، يعني معايير الجودة، الشفافية، المحاسبة وغيرها من الضمان الالتزامات المفروضة على الموظف الذي صار على تدبير المرافق العمومية. الخلاصة الثالثة، هناك مجموعة من الحقوق، لا داعي لي مجال المال، يعني أجر الحقوق الاجتماعية، الحماية القانونية، جهائية، مدنية، إدارية، ترفيه، ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها. إذا كان من حق الموظف أن يحصل على مختلف الحقوق السلبية فيه، فإن القاعدة المسلمة بها أن كل حق يقابل واجب. لذلك فتم مجموعة من الواجبات ينبغي الموظف الالتزام بها حفاظا على المصلحة العامة ورعاية لحقوق المواطنين المتعاملات وضمانا لاستمرارية حسن سير المرافق العمومية. إذا هناك مجموعة من الواجبات أيضا. إذا الجميع يعلم هذا. الخلاصة الرابعة، رهانة بناء الإدارة الجماعية الترابية. الرهان الأول، الجميع يتحدث عن ضرورة الانخراط الكلي والفعلي للموظف الجماعي في ورشة التنمية. الرهان الثاني، الجميع يتحدث عن ضرورة تقوية المركز القانوني للموظف جماعي. نعم، هذا دل على الحديث عن شرط إذا الأساسي مو. الرهان الثالث، طبعا هناك من يتحدث عن ضرورة إقرار توازن المطلوب بين الحقوق والواجبات. الرهان الرابع، تثمين العنصر البشري.
وتنمية قدراته وضمان الارتقاء الاجتماعي والتنمية المستمرة لمعلومات ومعارف موظفة وكفاءات الأطباء. هذه تحذير. ما تحذير؟ تحذير أول، جعل الوظيفة الجماعية أكثر جاذبية. من خلال ماذا؟ صياغة نظام أساسي للموارد البشرية ملائم مع الواقع المعني، وإعطاء الوظيفة الجماعية طابعا متفردا. التحدي الثاني وهو السؤال أو الموضوع الذي تطرح حوله علامات استفهام كثيرة، بالخصوص ماذا؟ بس التسجيل الرئيس لأن بضع ثواني. لا لا مش ثواني، زيد واحد أسف. لا 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 دقيقة دقيقة. اعتناء الآلة تدبير طرق الوظائف والكفاءات، قد أشار إليها السيد الرئيس البارحة. تحفيز الموظفين من خلال منح التعويضات والامتيازات وتقديم المكافآت والتقديم وتقاسم المعلومات وحسن التواصل في آليات من شأنها الرقي بالوظيفة العمومية أكثر. هذا السؤال هذا اللي تدبير طرق الوظائف والكفاءات في بزاف ديال الكلام، لكن الوقت لا يسمح انه في الحقيقه لي غادي يخصم واحد العدد ديال يعني او كراسه اخيره، كراسه اخيره فيه واحد سته ديال النقاط الاساسيه. سته النقاط، اولا لا بد حديث او اقرار هذا التوازن بين الحقوق والواجبات رهين باعتماد المقاربه الشموليه في معالجه اختلالات الوظيفه العموميه الطرابيه. المقاربه الشموليه. ثانيا اعتماد آليات الحوار والتشاور بين كل المتدخلين. ثالثا تخليق الحياة العامة واستحضار الأخلاقيات المهنية على مستوى كل البنيات الترابية. رابعا وضع منظومة أجرية منصفة وعادلة ومتوازنة وناجعة. خامسا توفير الظروف الملائمة المعنوية الملائمة والمحفزة لممارسة المهام والوظائف. أخيرا استحضار الوعي الإنساني والاجتماعي في العلاقات الوظيفية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ عزيز الأستاذ حسين الربيع على مداخلته.